يوم عدي تحدي الصاص الكوري بولداك من شركة ساميان المعروف الحار والشهير. خلوني افتحه وهنا عدي دجاجة مشوية عملاقة صراحة احاول اكلها بهذا الصاص الكوري الحار. وفيا بعد ما مفتوح فتحناه اوبا لا 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 هاي الدجاجة مولتنا. وانا خليها هنا بالطاسة بعدها حار بوم. شوفولي وهسه ننزل عليها هذا الصاص. شوفولي فولي ياها شو راح نزل عليها الصوص الكوري. اسبحها بي وتبلها بي تبل وتسبح سبحة تحولت الى اللون الاحمر الكوري. يا بطل تحدي راح اتعذب وراح استمتع بنفس الوقت. هو سوي لها الشكيل بالصاص 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 يا هاي الدجاجة صارت تبلها كيلها بالصاص. اوه صاص حار فتاك معروف هذا شنو الصاص غني عن التعريف يا بطل. شوفوا لي هنا الدجاجة مستوية ومتبلة صح. اوبا شنو صارت بعد نغلغل باعماقها تغلغل. شوفوا لي هاي الدجاجه يلا وينهم عشاق الدجاج المشوي المتبل. واه الكوري يا ابطال. وهنا عندي بيتزا حيكون تحدي صعب صعب صعب. شنو ريحه الصاص؟ هو طبعا نكهه الدجاج هذا معروف عنه هوت تشيكن فليفر ما جاي تشوفون هو بنكهه الدجاج. ومنها هاي الدجاجه وهنا عندنا طبعا بيتزا. خلوني اسوي لها ريفيو واقصها لكم. اول شيء هنا همين جبت لي بيتزا قلت شويه ويا الدجاج رهيب الصيف. وشلون بيتزا؟ لا يا اخوي بعدها حور. بس لا تلف بالدجاج شنو هاي؟ شلون قصه صارت هاي؟ يا امير بروز جاي تسوي ما تقول لي. المهم شوفوا لي شوفوا لي بيتزا اصليه رهيبه. ناخذ هنا على الاقل مو قبل ابلش بالحراره يلا. بيتزا رهيبه. نجي هسه نجي المنى حرة. يقول يا البخار نجي للعذاب. حرة مباشرة بينك الطعم. اوبا لك شنو هالتراهم والتناسق هذا الصاص. شنو صار؟ عظمة بيس الدجاجة بيتزا الدجاج مشوية. صحيح ورهيبة. لا الحرارة الوينجز أسنع. هاي صدق لو أسميها سبايسي وينجز. يعني صحيح حارة بس مستمتع صراحة. شوي من الصدر هوبا ابرق لك. بس شنو الشواء؟ شنو الترافة والطراوة مال الدجاج رهيبة. عملاقة هاي الدجاج يعني هذا السبب صارت طرية. واه شواية الباربيكيو رهيبة جهزتها بتتبيلة أصلية. يا عيني يقوم سفان يلا يطا اوبا يلا والله
فين هالصوت؟ نعامة يا خوب مو نعامة ما ادري جاي سبايسي احس بيها ما تخلص هي حارة من نام البخار بس لا هي كبيرة دجاجة نوعيتها عملاقة جدا تعادل اثنين يعني من هذنة لكن جيت مرمي بس لسه ما احب اعلوني نحن صابية صابية يا ناس بابا عاد بيتزا ما تعملوش وضعك تتبع بيها